السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات اقتصادية وراقية لأم يارا. وصفتنا لنا هاليوم حلوة جافة بالزيت والفلون. هاد الحلوة راح تكون مغلفة بطبقة من الكريمة ومرمدة في الكفريت. حلوة جد سهلة، مقاديرها بسيطة وتصلح باش تكون مرافق للعصائر والشاي. نمر مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. للمقادير نحتاجو زوج حبات بيض زائد صفار بيضة، كأس زيت، نصف كأس فلون ما يعادل 100 غرام، كأس ونصف نشاء، كيس خميرة كيميائية وزن 10 غرام، ملعقة صغيرة فانيلا، قرصة ملح، وزوج كيسان زائد كأس إلا ربع فارينة. بالنسبة لطريقة التحضير، نحط في إناء البيض اللي هما زوج حبات كومبلي زائد صفار، نزيد عليهم كاس زيت حجم الكاس 220 ملل، نزيد عليهم الفلون اللي هو نص كاس، واللي حبت بالجرامات دير 100 غرام ما يعادل 2 كيس من الحجم الصغير. انا هنايا الفلون درت ذوق فانيلا. نزيد عليهم قرصة ملح وملعقة صغيرة عطر الزبدة، وهذه ماشي ضرورية، اللي عنده عطر الزبدة يديرها واللي ما عندوش ما يديرهاش. نضرب المقادير جيدا بواسطة المضرب الكهربائي، واللي ما عندهاش تستعمل فوي ولكن لازم تخلط مليح. نزيد هنايا النشاء اللي هو كاس ونص، نزيد عليهم ملعقة صغيرة فانيلا. نخلط المكونات حكا، نبداو غير بشوية بالمضرب الكهربائي باش هذيك المايزينا ما تطيرش معانا، غير نحسوها بلي دخلت في الخليط. نشعل عليه بأقصى سرعة ونضربهم مليح. قد ما تضربوا مليح الكاطو ديالكم حيجي خفيف. نتوقف هنايا ونبدا نزيد في الفارينة. هذا الكاس الاول، الكاس الثاني، نزيد عليهم كيس خميرة كيميائية وزن 10 غرام، ونبدا نطم في العجينة هكا غير بواسطة الاصابع فقط. دائما الفارينة ما نحطوش على ضربة، نحطو بكمية قليلة ونشوفو. شوفوا هنايا راهي تبان مخصوصة، جبت الكاس الثالث ونحط غير بشوية حتى نتحصل على عجينة طرية جدا. بلك العجينة تجيكم يتسال، خطش وكان تجيكم يتسال راح تبدأ تتشقق ويبدأ الزيت يخرج منها. نتوقف هنايا، أنا الكاس الثالث ما درتوش كامل، شوفوا هنايا ديت منه حوالي كأس إلا ربع، معنتها 3 كيسان غير ربع كانوا كافيين باش تحصلت على عجينة طرية جدا. شوفوا القوام ديالها كيفاش يكون. نحطها على طاولة العمل، نبسطها هكا غير شويه ونقسم العجينه الى قسمين. نشد قسم نحطو اللي حنخدم به، والقسم الاخر نغلفو بالكيس بلاستيكي ولا ورق شفاف. وهنا لازم تغلفوه مليح، ما لازمش كامل يدخلوا الهواء سينو العجينه ديالكم حتنشف. شوفوا هنايا كيفاش غلفتها مليح هكا، ومن بعد كي نجي نخدم بها حنلقاها طريه. القسم اللي خليتوه نبدا نخدم به حطيته على كيس بلاستيكي كما راه موضح في الصوره، ونعاود نغلق عليه الكيس من الفوق. نبسط العجينة هكا بواسطة اليد غير شوية، ومن بعد نجيب الحلال ونحل العجينة بسمك من 2 حتى 3 ملم. نتوقف هنايا، نحي الكيس اللي من الفوق، وجبت هنايا هاد الطابع اللي على شكل مستطيل، ونبدأ نطبع في العجينة ديالي بلا ما نحركها. هكا ندخل الطابع ونعاود نجبده باش الحبات ومن بعدها راح يجو كامل قد. بعد ما قطعتها كامل، شوفوا هنا كي نجي نرفدهم لازم نرفدهم ونستعين بهذاك الكيس اللي من تحت باش يجيني العمليه سهله. حطيتهم هنايا في سنيوه اللي كنت درت لها ورق الطهي، وندخلهم للفرن اللي كنت شعلته مسبقا على درجه حراره 160 درجه. نشعلهم من تحت غير نشوف الحواف بداو يصفارو، نشعلهم من الفوق. وبعد ما طاب الكاطو ديالي نحطو بجهه ونخليه، ونروح لهنايا ونحضر كريمة الزبدة. لكريمة الزبدة نحتاجو 2 ملاعق كبار مارغارين تكون طارية ما يعادل 125 غرام، نزيد عليهم 4 مغارف كبار زيت، وشوية ديال لافاني، تحبو ديرو بودرة ولا سائلة. نخلط المكونات بواسطة مضرب كهربائي، خلطوهم مليح حتى تحسو بلي هذاك الزيت والزبدة ولافاني انسجموا مع بعضهم ولو بهذا القوام. زدت عليهم هنايا كاس من السكر الناعم، ضروري تستعملوا السكر الناعم ماشي السكر العادي.
نضربهم مليح حتى نحسوا بلي الكريمة بدأ الحجم ديالها يزيد، مام اللون ديالها يتغير. نتوقف هنايا، شوفوا كيفاش ولات لي. من جهة أخرى جبت هنايا كمية من القفريط اللي كنت حطيته في الثلاجة، ومن بعد سكرفشته بسكرفاج الرقيق. هنايا حطيت كمية من القفريط بذوق الفانيلا، وهنا جبت كمية من القفريط بذوق الشوكولاتة. نبدأ نلصق في القاطو ديالي، نحط هكا كمية مليحة من كريمة الزبدة ونضغط عليه غير شوية، ومن بعد نزيد نحط كمية من الكريمة على السطح وفي الجوانب، ونمشيها بواسطة ملعقة كما راه موضح في الصورة. حاولوا هنايا تحطوا كمية مليحة من الكريمة، لخاطرش البنة ديال هاد القاطو راهي كامل في هاد الكريمة. نمشيها ونرمدها في القفريط بهذه الطريقة. حاولوا هنايا تحطوا كمية من القفريط على الجوانب باش يلصق في الكريمة، وما مزيدوا حطوا كمية في السطح وتضغطوا عليها غير شوية فقط حتى تولي بهذا الشكل. نزيد معاكم هنايا حبة نديروها بالقفريط اللي كان بذوق الشوكولاتة، يعني نفس الطريقة. نحط كمية من الكريمة في الحلوة ونغلقها، ونزيد كمية على السطح والجوانب ونرمدها. وهنا اللي ما تحبش القفريط تقدر تعوضه بأي نوع من البسكوي، ترحيه وديره. المهم لازم ترمدوه في حاجة حلوة، ماشي كيما كاوكا ولا نوات كوكو، لازم حاجة حلوة لخاطرش العجينة ما فيهاش السكر، صافي راح تكون ناقصة حلاوة. مي بهاد القفريط راح نطيحو في الحلاوة سوا سوا. هنا بعد ما كملتهم والكمية ماشي هذه كامل، مازالت عندي كمية أخرى، درت لهم تزيين خفيف. جبت هنايا شوكولاتة بيضاء وشوكولاتة سوداء، وبالنسبة للكمية اللي خرجت لي كامل تحصلت على 37 حبة، يعني بعد ما لصقتهم 37 حبة. وهذا هو الشكل النهائي لحلوتنا لنهار اليوم، حلوة اقتصادية وراقية. حنقدمها هنا مع هاد لاتيزان اللي هي غوز دو جاردان من اربونيسونس. هاد لاتيزان مذاقها طيب ورائع وبنين بزاف بزاف، فيها بنة الفواكه، وهاد لاتيزان طبيعية يعني ما فيها حتى منكهات اصطناعية. شوفوا هنا الداخل تحتوي على 12 كيس، وحتى الاكياس هادو مخدومين بالنشاء، يعني كلش طبيعي. هاد لاتيزان تتباع عند الصيدليات، واذا ما لقيتوهاش متوفرة تقدروا تطلبوها عن طريق الموقع اللي حنحطه لكم في صندوق الوصف. نحطها هنايا في الماء الساخن باش تطلق البنة والفيتامين اللي فيها، ونجوزو نشوفو حلوتنا لنهار اليوم كيفاش راهو القوام ديالها للداخل. شوفوا هنا نقسم حبة معاكم، تقسمت معايا بكل سهولة، يعني فريمون هاد القاطو يجي يدوب في الفم. نزيد نقسم معاكم حبة تانية اللي كانت بالقفرت بذوق الشوكولاتة، اكيد حيكون نفس القوام. ويعني صراحة ننصحكم باش تجربوا هاد الوصفة لانها ناجحة ومضمونة وبنينة بزاف بزاف. وصلنا الان لنهاية وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم، واذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء. نتلاقاو ان شاء الله في وصفة اخرى عن قريب.